السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدين طيبين، شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلام. اليوم هنا حبايبي الطيبين خرجنا كي قال هذاك ناخذوا فسحه كما قلنا، نتفسحوا شويه ونشاركوا معاكم هاد الساعه من الساعات الله يديمها ساعه الخير على كل واحد. حبايبي الطيبين هنا انا وصاحبتي، باش معليش كان الصوت شويه دا يعني الصوت طونوبيلات داكشي باش ما خليتش الصوت ديالنا يبان لحقاش. اللهم قلت ايش نمشوها كده ندير الصوت على الصامت ونهضروا. هنا جينا ناخذ الكنافه، والكنافه وهذا بغينا نشاركو معاكم، ما كاين لا اشهار لا والو، بغيت زعما نشارك معاكم كيفاش كنعيشوا اليوميات ديالنا هنا كمهاجرين. كنقول لكم واحد شويه حاجه مزيانه، اللهم بارك. بحال اللي كتشوفوا هاد السيده هذه معايا مغربيه حتى هي، ام عبد العزيز. فالمهم بحال اللي قلت لكم بغيت نشاركوا معكم هذه الامسيه. مساكم خير، مساكم النور والانوار اخوتي خواتاتي. هذا المحل المهم علينا، بغينا ناخذ الكنافه. قلت علاش ما نصورش، هو ده دخلنا. هاد كنبغيو ننقلوا لخوتي غير اللي هي الثقافات البلدان الثانيه، ونشاركوا معكم بصفه عامه اليوميات ديالنا. بحال اللي نتوما شايفين هاد المحل اللهم بارك، بحال اللي شفتوا ان شاء الله يعني خير خيرنا في بلادنا. الله يقوي بلادنا ويقوي كل البلدان العربيه يا رب. تحيه للملك ديالنا محمد السادس، الله يسرو المغاربه ديالنا في كل مكان. تنبغيو ننقلوا لحبايبنا الغزلان الطيبين، الشباب ديالنا والشابات والامهات والخالات. كنبغيو ننقلوا لكم كيفاش كاين، كيفاش كنعيشوا، كيفاش هكا برا البلاد. يعني بحال اللي شفتو خوتي، حنا كنبغيو نعطيكم شي حاجه مزيانه ونبينوا لكم حاجه بسم الله ما شاء الله جميله. بحال اللي شفتو مشاهدين صوري داك الاصنام كبريه، ايوا بحال اللي شفتو المشاهدين هادو هما الاصناف. هذه كلها الحلبيه ياك؟ السوريه حلبيه. خليكم معنا مشاهدين تشوفوا اشكال والوان، اللهم بارك. نتكلم شويه بالمصري، نتكلم بالمصري ونتكلم بالمغربي. يلا تفضلي اجي اجي نشوفوا. بحال اللي شفتوا هذا هما الحلويات. تفضل معكم الاستاذ اسمي الكريم فادي، غادي يعطينا يعني ان شاء الله غادي يعطينا معلومات على هذه الحلوه الحلبيه باذن الله. تفضل استاذ فادي. طبعا محلات هذه بيت الكنافي من اقدم محلات بيت الكنافي بالسعوديه، وفي عندنا كمان بالنسبة للأصناف في أكثر من 20 صنف. كنافتنا بتتميز إنها طازجة دائما من الفرن. القشطة عندنا القشطة بلدي بدون مواد حافظة، والجبن الجبن نابلسي على أصوله. النابلسي السوري ما شاء الله معروفة الحلويات السورية. وطبعا أسعارنا أسعارنا كمان كتير مناسبة ومتناول الجميع. يعني عندكم ما شاء الله الكنافه اشكال والوان بالبيستاش. ايش بتقولوا انتم البيستاش؟ بيستاشو تقول عليه فستو. ايوه فستو. فستو اللهم بارك. انا كنت عايزه خشجر من هنا. وهذه ايش؟ هذه الشوكولاته هي كمان كنافه؟ ايوه كنافه بالشوكولات، تربل شوكولات نوتيلا. نوتيلا يا سلام عليكم. يلا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه هاي قلاج او بقلاوه بالقشطه. قلاج بالقشطه طبعا قشطه بلدي. ايوه قشطه بلدي، قشطه بلدي بالمصري. هي
هي بقلاوة، بقلاوة تركية بالفستق. بقلاوة؟ بقلاوة تركية بالفستق. هذه هي مبرومة، مبرومة بالجبنة، مبرومة بالقشطة. مبرومة بالقشطة، بسم الله ما شاء الله. شي كيشهي صراحة، هادشي زين، حاجة دي حلوة وتشهي، بسم الله ما شاء الله. عندهم حاجات جميلة ونظيفة، اللهم بارك. يلا با. طبعا هاي البسبوسات عنا، في بسبوسات كذا نوع. ديابة، بسم الله ما شاء الله. هاي الكنافات، هاي الكنافة النابلسية على الصورة. هذه هذه قلتي لي هذه ايش؟ دي دي صح خلاص. دي هاي بقلاوة، هاي كنافة تركية بالفستق، كنافة حلبي، هاي النابلسية. هاي النابلسية بالجبن، بسم الله ما شاء الله، تسلم الايادي. وهذه هاي كعك بكنافة، هاي للتروية، كعك بكنافة. اللهم بارك. هاي الكنافة النابلسية بالجبن الخشنة. كنافة بالجبن خشنة هذه. بسم الله ما شاء الله. زيدي اعطيني هذه، شنو هي هذه؟ هذه بقلاوات، بقلاوات مشكلة. لا بقلاوة سورية هذه. سورية، بسم الله ما شاء الله. في منها بالكاجو وفي منها بالفستق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هو بحليشته زي ما شفته، بحليشته زيد الصورة بحليشته خطي هو هذا يعني. بسم الله اللهم بارك. هذه بالفستق الحلبي، هذه فستق الحلبي حليشته، بسم الله ما شاء الله. هنا حاجة النظام والنظافة، بسم الله ما شاء الله. خذي المهم خوتي بحليشتو، هذا هو المحل اللهم بارك. وان شاء الله يا ربي يعني تجيو هنا وتزوروا هذا المكان، بسم الله ما شاء الله. كل شيء عندهم مزيان اللهم بارك. بحليشتو مشاهدين، ان شاء الله مازال غنصور لكم المطعم تماكين زي ما شفتوا حبايبي الطيبين. هذا قلت لي اللهم صل، معليش ذكرني، بيت الكنافي في اكثر من 20 صنف عندنا، بسم الله. بحلي قال لكم هنا اكثر من 20 صنف، والمحل له تاريخ اكثر من 20 سنه. بحلي قال لكم الاخ، ان شاء الله يا ربي تيجوا. وطبعا احنا صورنا لكم الانستغرام وصورنا لكم الفيس، ان شاء الله تيجوا تشرفوا. المحل ده جميل جدا، وفي حاجات اثمنه بسم الله جميله، بسم الله اللهم بارك. خليكم معنا في لسه ان شاء الله، هذه تشوفوا المزيد، يعطيكم العافيه.